سادتي أحبتي، وصلنا وإياكم إلى المشترك الأخير بهذه الليلة. نعم، نذهب وإياكم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للناطقين باللغة العربية من الأهواز، المشترك عدنان الحلفي. عدنان حلفي، إيران، أهواز، سربندر. لا تنسون صوتوا لي على رقم 70. الوية تبات بهمة ومن شيلتها يطيح رماد، الله يساعده تباع ودفع وكم مرة السجاد، ماكو كافل لما انحرقوا خيمتها. يا ابو فاضل زينب شافوا دمعته، يا ابو فاضل زينب شافوا دمعته. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم عدنان حلفي، من الأهواز، سربندر، العمر 37. حياك الله. الله يحفظك. الله يرحم من ناجي. متوني متوني أتاني على الضعن تاني، أتاني على الضعين على الضعين وين تاني. متوني متوني الله الله، متوني متوني وحشي يا اهلي واهلي. الله الله الله، متوني يا تاني على الضعن تاني. متوني 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 وحشي يا اهلي واهلي. متوني متوني يلحقوا للشمر والرام، يا قلبي يا قلبي يا قلبي يلحقوا للشمر والرام. متوني متوني قد ما قمت شاقف عن رغيه، يلا وانتك يا يا قد ما قمت شاقف عيا يا 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 متوني أتاني على الضعن تاني. متوني متوني وحشي يا أهلي وهيلي. متوني 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 أنا لحقول الشمر والرم. متوني متوني قد ما قمت شاقف عن رغية، يا يا قد ما قمت شاقف عيا يا 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 رغية يا 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 يا. الله عليك. الله الله. الشاعر الموفق والكبير مباغر عزيز الفيصل. أحسنت أحسنت أنت وشاع. الله يعطي العافية يا بعد روح. عندي المضيع وطن، الدنيا كلها ضيقة، ساعدك الله ساعدك الله رجعت من دفن خديج. عندي المضيع وطن، الدنيا كلها ضيقة، ساعدك الله رجعت من دفن خديجة. بصفنتك الله يدري، بصفنتك الله يدري، بدمعتك دمعي يجري، حسرتك تحني ظهري من دفن خديجة. صل على محمد وآل محمد. عندي لي مضى
ضيع وطن دنيا كلها ضيجة ساعدك الله رجعت من دفن خديجة عندي مضيع وطن دنيا كلها ضيجة ساعدك الله رجعت من دفن خديجة صفنتك الله يدري دمعتك دمعي يجري حترتك تحني ظهري من دفن خديجة صفنتك الله يدري دمعتك دمعي يجري حترتك تحني ظهري من دفن خديجة من دفن خديجة راجع يا ابويا من الموت لو هسه تخلص روحه تمشي على طولك لو جاي تمشي على طول جروحه راجع يا ابويا من الموت لو هسه تخلص روحه تمشي على طولك لو جاي تمشي على طول جروحه الله يساعد قلبك بويا أمبيتك دافنها وجاي خلص دمعتك يا أمي غسل بدمعك نومي غسل دمعك لوماي شلونك بعام الحزن وانت فاقد اعزاز مرة كافل مرة ام بها ماشي جنات قلت مش بيدي دمعك حاجي روحك اسمعك حاجي روحك اسمعك العواض بالله صبري من دفين خديجة من دفين خديجة الله 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 الشعر الموفق حسين الحلفي ما شاء الله ما شاء الله الله يا عدنان ما شاء الله ما شاء الله احسنت يا عزيزي بدا منها بدا منها وانت تفضل 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 تبارك من درج اشتغلك بعد الله 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 نيابة عنا وعن كل الأهواز هذا هي صوت بالأهواز هاي صار صار كتل عليك سلام الله عليك كنت رائع كنت رائع موفق يا عزيز رائع هاي البوسة لك ولكل الأهواز مو بس لك إيه للهواز للهواز حسنت شكرا يعني شان وظف النهاوند توظيف عدل وظف النهاوند توظيف عدل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله 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 عليكم جميعا الله سيدنا شكرا لك الله حجينا ابو مريم ابدو وياك احسنت مولى عدنان طيب الله انفاسك طبعا مولى عدنان شارك بالموسم الثالث صحيح بس تعبان وما اخذ المجال اللي يقدر يبهرنا بصوته وادائه فانا واستاذ اركان وسيد محمد والشباب القاعدين قلنا لازم يجي مولى عدنان ويقرا يشرف يشرف كنا ثقه انه راح يعطينا فد شيء مبدع حتى ما سمعنا قصيدته ورادوا الشباب يسمعون قالوا ما نسمع قصيدته خلوه هو اريد شوف شو راح يقدم لنا ما شاء الله الحمد لله والشكر قدم لنا واكبر دليل
الاساتذه قاموا وقبلوه، قبلوا ايده وقبلوا راسه، يستحق وقوف القامات، وهذا استحقاقه يعني، ويستاهل اكثر ان شاء الله، ونشوفك بالمراحل القادمه بعد افضل واحسن من هاي المرحله ان شاء الله. دكتور عفوا، الله يبارك بجهودك ويبارك بالكل، بس اول رادود انه اسمع يذكر اسم السيدة المظلومة أم المؤمنين خديجة، سلام الله عليها، جزاك الله خير يا ابن التفاتة جميلة، جزاك الله خير، سلام الله عليه. أحسنتم دكتور مهدي دغاغة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. الحقيقة يخون التعبير، تحياتي إليك أستاذ عدنان ملا عدنان، وإلى أهلي في الأهواز كافة. الله يحفظك، الله يخليك. الحقيقة إطلالة بهية وعمل رهيب قدمته، هاي تقشعر منه اللي يقولون تأتي الأشياء سلبية، لكن هنا لا، أنا أقول يعني كنا نتحمس عندما تشد مقام النهاوند، وكان يعني أساس القصيدة لا. مقام النهاوند، نهاوند وكان بيها صبا وكان بيها لامي نهاوند لامي صبا، كوكتيل من مقامات. أساس نهاوند، الأساس نهاوند، والتفرعات ويرجع للنهاوند الأستاذ. نسمع دكتور مهدي دغاغة لأساتذتنا. نعم أستاذنا الكبير أستاذ يسري موجود، وإن شاء الله هو خبير يعني موزيسياً وموسيقار كبير وأذنه موسيقية حساسة، فنتعلم منه طبعاً، أنا كثير تعلمت منه. المهم يعني الحقيقة أنت رادود بمعنى الكلمة، وفخور أنا فخور يعني بوجودك. طبعاً أكو تعب بالصوت مثل ما أشر الأستاذ أبو مريم، هناك إرهاق في الصوت موجود، ولكن واضح انك انت مسيطر. يمكن جاي مشي من الهواز قصاد. ابو زكريا عزيزي تفضل. حياك الله سيدنا، شكرا جزيلا. شلون حلقت اليوم؟ ها شلونها حلقت اليوم؟ اليوم شيء طبعا، اي والله، واحنا يوم بعد يوم بدنا نشوف هذه اللمسات الجميله. قبل التعليق كلمه للمدربين. طبعا كل الشكر والتقدير والثناء لهذه اللجنه الرائعه، لجنه المدربين، للاخوه الاعزاء اللي قدموا كل ما هو رائع، كلكم انتم وياهم. عيون ابو كمويل، اي والله على راسهم ابو كمويل. عدنان الحلفي طبعا رادود، وانا ما انسى اداءه في السنه الماضيه الى الان. نعم. عالق في ذهني، واعتقد عدناها مرارا وتكرارا في السنه الماضيه، قلنا بان هو رادود يعني عنده شمره الرادود ويجسد هذه الصوره، يعني هو ماخذ دور الرادود بكامل مواصفاته يعني، ولذلك هو الان ادى كرادود متمكن. الابو ذي اللي قراها في مقام البيات باجمل واروع ما يكون، يعني قدم فيها هذه الحرقة واللوعة والوجع، قدمه بصورته بأبهى صورة وبأجلى صورة حقيقة. فكان أداء في الأبوذية رائع ومعبر ومرتكز بشكل كبير جدا في أدائه. أحسنت. القصيدة قرأ طبعا مقام النهاوند مثل ما عرجنا، بعدين مقام اللامي، ومن ثم مقام الصبا، وكان أداء أروع ما يكون، هذا الأداء الحماسي والحضور الرائع. أنا بس ملاحظة واحدة عندي، لو المستهل ماخذ شوية بطبقة أقل كان سيطرت بالأبيات على الجواب اللي أنت أديته، ما يصير عندك هذا التكلف وتأخذ استراحتك بعد بالأداء. هاي ملاحظة مهمة، ربي يحفظك، ربي يوفقك، بارك عمرك. نختم مع أستاذ حسام، نروح إلى شيخ عبد الصاحب الطائي. بارك الله. ختمت مع أستاذ حسام؟ أختم مع أستاذ حسام. هاي الفكرة مالتك مال أختم، قول مع الشيخ صاحب. خلي الشيخ صاحب. لا مو عندي كلام يا. مهم بلي. يعني على قاعدة ختامها مسك. نعم كلكم مسك. الله يحفظك، بارك الله بك مولى عدنان. الله يحفظك شيخنا. أتحفتنا صراحة. الله يحفظك. وأبكيت الأخوة جميعا، كل اللجان بمختلف تخصصهم اختصاصهم بكوا، وهذا خير دليل على عطائك الغير محدود بخدمة سيد الشهداء. أنا كل تعليق ما عندي غير هذا. الله يحفظك. موفق، بارك الله بك. شكرا جزيلا. الموسيقار الكبير والملحن الحبيب، كيف وجدت عاصمة وجيها بالحسين؟ حسنين حبيبي. كيف وجدت؟ كيف وجدت هذه العاصمة الخاصة بوجيها بالحسين وهذه الأصوات لحد الآن، وبعدنا بأول الطريق؟ طب خلينا أتكلم على عدنان الأول. أنا عايز أعلق عليه بس. عدنان انت ابدعت 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 بمعنى الكلمه، اختيارك للأبوذية والمقام البياتي
وبعد كده كسرت. انا ما توقعتش خالص انك هتخش نهاوند في القصيده خالص، وده عمل فاهم انت يعني، عمل شوك في القعده، ودخلت بكل ثقه ولعبت فيه بكل احترافيه، وبعدين قمت رايح لامي خليت جسمنا اشعر، وبعدين رحت الصبا، فتنوعاتك كانت جميله. الدكتور الاستاذ يحيى اتكلم على العالي، الطبقه العاليه يعني، انا شايفها نقطه في صالحك لانك اتعاملت مع الموضوع باحترافيه. هي فعلا الطبقه كانت ممكن تبقى عاليه شويه، بس انت وصوتك تعبان، واحنا عرفنا انك جاي من سفر، فواضح ان انت محترف. ربنا يوفقك، ابدعت تاني. انا سعيد جدا وتشرفت بسماعك النهارده. شكرا جزيلا. نعم، بما يخص سؤالي، سؤالك طبعا احنا بنتكلم في محفل، والفضل يرجع لقناة الكوميل ودكتور عماد على الجمع الرهيب اللي احنا شايفينه، المسؤولية الكبيرة اللي في ايدينا، مش عايز اقول الرسالة للدكتور عماد وقناة كوميل بيقدموها، اعتقد ان دي حاجة كبيرة هتوصل لأجيال قدام. احنا مش بنتكلم في النهاردة، احنا بنتكلم في اطفال عندهم 16 سنة و 14 سنة و 12 سنة، كل الكلام ده اما يكبر انا مش عارف ممكن يبقى عندنا زخم عامل ازاي في الاصوات. يعني ربنا يوفق كل من ورا هذا العمل الجبار. طبعا الناس مش شايفه احنا ورا اللي احنا قاعدين فيه ده، في جيش جرار ورا شغالين تعبانين، من مصورين، مخرجين، اضاءه، تصوير، ما شاء الله صوت، يعني بصراحه كله ابدع، الديكور ما شاء الله السنه دي. ربنا يوفقكم جميعا، بصراحه عمل جبار وتستاهل عليه الشكر الجزيل يعني حبيبي. شكرا جزيلا لكم أساتذتنا، حضورنا الكريم والمشاهد الفاضل، وكل من هم بالكواليس من صنعوا هذا الصرح العظيم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاركت في موسم الثالث في مغام، فقلت الأحسن راح أشارك موسم الرابع، فالحمد لله وشكرا من فضل الله وأهل البيت قدرت يعني أعجب المدربين أو الحكام اللي موجودين. متفضل دائما أبا عبد الله الحسين علي اللي أجي أزوره وخدمة وأصعد مباراة، ونعمة كثيرة من عنده، وهذا في كعبة الأحرار كربلاء المقدسة. I know.